زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في اديس ابابا وحواره مع خالد عفيفي القائم باعمال الاداره الاعلاميه في السفاره المصريه في اديس ابابا. معاك كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، كالعاده طبعا تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي، استعدادات مكثفه على قدم وساق من سفارتنا هنا في اثيوبيا، الامور ان شاء الله باذن الله تكون في مصلحه النادي الاهلي. يسعدني انضم لي في هذه اللحظات الاستاذ خالد عفيفي القائم باعمال المكتب الاعلامي بسفارتنا هنا في اديس ابابا. برحب بيك طبعا في البدايه وبنشكرك على المجهود مع طبعا معالي السفير اسامه بيه، على المجهود الكبير اللي انتم بتقوموا بيه للنادي الاهلي والبعثه الاعلاميه كمان بالتحديد للنادي الاهلي. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، ده مجهودنا والسفاره دايما بتقوم بالمجهود دوت اتجاه اي فرقه مصريه بتوصل اديس ابابا، بنقدم لها كل الدعم اللازم لينجح مهمتها، وكذلك ايضا برضو مهمه الوفد الاعلامي المصاحب. يعني مرحبا بحضرتك ومرحبا بكل الساده المشاهدين، ويعني اتمنى لكم ان شاء الله قمه سعيده في اديس ابابا. انا لو طبعا بكلمك بالتحديد على الصحافه الاثيوبيه هنا، الاعلام انا عارف فيه اهتمام كبير جدا بهذه المباراه نظرا لقيمه الاهلي الكبيره، وايضا كمان اول مره يصعد هذا النادي للبطوله الافريقيه، بخبرتك ومن قراءاتك في الصحف الاثيوبيه ايه الكلام والحديث عن ايه هنا يا استاذ خالد؟ الصحف الاثيوبيه تداولت الايام اللي فاتت موقف النادي الاهلي في الدوري المصري والظروف اللي هو بيمر بيها. ارجع لحضرتك بس فرقه جمه، هي فرقه تقع في غرب جنوب اديس ابابا، هي فرقه جماهيريه برضو بس حصل لها ظروف الفتره اللي فاتت، هي نزلت للدور الاقل ورجعت تاني السنه اللي فاتت بقوه وحصلت على الدوري الممتاز، وهي دلوقتي بتلعب في دوري الابطال. هي فرقه يعني لحد ما فرقه كويسه، متوسط اعمار الشباب فيها يعني في حدود من 20 ل 25 سنه. الفرقه بتطمح طبعا انها تعمل نتيجه كويسه قدام النادي الاهلي، لكن هي في بعض المعوقات بتقابلهم النهارده بخصوص انها اولا بعيده، لكن في طبيعه الحال الشعب الاثيوبي هو شعب محب للكوره، بيشجع جدا وفي نفس الوقت هو محب للنادي الاهلي، يعني هو بيعتبر النادي الاهلي هو النادي الاول افريقيا. حبهم طبعا للانديه الخاصه بيهم هنا في اثيوبيا برضه مالوش حدود، لكن الاهلي النادي الاهلي ليه تقدير خاص ناحيه جميع الدول الافريقيه، وان شاء الله نتمنى يعني ان الاهلي يعمل نتيجه كويسه ويرجع كالعاده مشرف للكره المصريه باذن الله. ابرز المانشيتات على ما اعتقد اللي اتقالت ان المباراه صعبه، ان النادي الاهلي يمكن فريق كبير نادي القرن، اكيد الاطار كان في كده يا استاذ خالد. هم تناولوا الموضوع كده بس في الاخر يعني كاعلام رياضي في اديس ابابا العاملين فيه بيبقى قليل قوي، يعني هتلاقي كل جريده يعني ليها جزء صغير او مساحه صغيره في احداث سياسيه كتيره في اثيوبيا بيهتموا بيها اكتر ان هم يغطوها. لكن النادي الاهلي يعني دي مش بالنسبه له اول مره يجي اثيوبيا، النادي الاهلي خبره هنا في اثيوبيا، وان شاء الله يعني احنا نامل كلنا يعني بتوفير الدعم اللازم ليه، وان شاء الله يعمل نتيجه كويسه ترضي كل كره مصريه باذن الله. لو بروح لنقطه كمان وهي المدرج او الاستاد اللي بيستقبل عليه المباراه، يمكن بيسع 35,000 مشجع في اماكن اكيد تكون مخصصه للبعثه الاعلاميه، اكيد في ترتيبات كثيره جدا، لو بناخد برضو فكره كمان على الاستاد بتشوفه ازاي، لان يمكن على ما اعتقد ارضيه الملعب هي اللي صعبه بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين. والله زي ما بلغت قبل كده استاذ عبد الحميد في لقاء سابق، هنا سعه الاستاد فعلا من 35 ل 40,000 مشجع. في مشاكل في ارضيه الملعب، لكن يعني بكرر ارضا ان الحكومه الاثيوبيه بتعمل جاهدا على تطوير الملاعب الخاصه بيها. بيهتموا جدا بالرياضه هنا، لان في الاخر دي منظر او وجهه للبلد يعني. فيعني من كل سنة بتلاقي فيه تطورات خاصة بالملاعب عن السنة اللي قبلها، حتى في المدينة ككل، حضرتك لو زرت أديس أبابا من 3 سنين مش هتلاقي نفس أديس أبابا في الوقت الحالي. الاستثمار والتنمية منطلقين بأثيوبيا بقوة شرسة. يعني معدل النمو هنا في أثيوبيا السنوات اللي فاتت كان ما تجاوز المعدل الزوجي. دلوقتي انخفض لبعض الأحداث الموجودة، لكن هم عايدين بقوة. اخيرا لو انا عارف ان تمنياتك، انا عارف طبعا فوز للنادي الاهلي، لكن باخد توقعاتك للمباراه، بتشوف الجيم ازاي وحابب تقول لكل اللعيبه قبل هذه المباراه؟ يعني اللعيبه اهم حاجه هي في مشكله بتقابلهم هنا هي نكسولوجين، فيحاولوا ان شاء الله ان هم يوزعوا مجهودهم على خلال ال 90 دقيقه. انا بعتبر ان الماتش هنا ده الشوط الثاني للقاهره، نتيجه 2-1 نتيجه كويسه، لكن انا شايف انها مش مطمنه مع فرقه 2-0
مع فرقة زي جيمة هنا وفي أثيوبيا وفي الظروف دي وحضرتك بتلعب في نقص أكسجين. أعتقد أن المدرب كابتن محمد يوسف اشتغل على الفترة دي الفترة اللي فاتت. هو أهم حاجة تنظيم المجهود، امتلاك الكرة في الملعب، نخلي الكرة هي اللي تتحرك. أعتقد هنعمل شغل كويس جداً.